مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في تغطيتنا المستمرة. في هذه التغطية هناك الخبر العاجل والذي جاء توا، وهو قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باستبعاد أحمد شفيق من السباق الرئاسي تطبيقا للقانون والذي عرف إعلاميا بقانون العزل السياسي والذي صدق عليه المجلس العسكري مؤخرا. في هذه التغطية سيكون معي بداية دكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية. مرحبا بك دكتور إيهاب. دكتور إيهاب، يعني بداية أنت كنت من ضمن النواب الذين اعترضوا على هذا القانون، ولكن الآن يعني بموجب هذا القانون يتم عزل بعض يعني بعض من سيدخلوا هذا السباق الرئاسي، عزل الفريق أحمد شفيق، كيف تعلق على ذلك؟ أعلق على ذلك أن اللجنة راحت تطبق القانون حرفيا، وراحت الفريق أحمد شفيق طبعا لمخالفته لشروط الوردة للقانون، حيث أنه تولى منصب قياديا في ظل حسني في ظل فترة حسني مبارك، ولكن هذا الأمر لن يصحح من القانون، لن يعطي للقانون شرعية، لكن هذا الأمر فرض على مصر وفرض علينا، وأصبح هناك نسير بمبدأ رئيسا بالإكراه وليس بإرادة الشعب. أنا أمام دستور وأمام قانون، وأيا كان القانون وأيا كان عواره فيجب علينا الالتزام به مهما كان هذا الأمر، لأنه أيضا القانون فرض علينا وأيضا المرشحين فرضوا علينا، ولكن لن يبقى إلا أن نكون ملتزمين بالقانون وبالدستور الذي حتى ولو كان ذلك فيه إجحافا بحقوق الشعب وفيه وصاية على إرادة الشعب، لكن لن يعطي لنا القانون إلا أننا نخضع ونلتزم، لأن نص الإعلان الدستوري في هذا الأمر واضح وصريح أن قرارات اللجنة قرارات نهائية تطعن عليها. هذا الأمر لا شك أنه بموجب الإعلان الدستوري نحن قد حلفنا اليمين عليه أن نلتزم به وأن نحترمه، فلا طريق آخر إلا أننا نخضع لقرار اللجنة. نعم، طيب يعني دكتور إيهاب، أنت ذكرت أن هذا القانون فرض علينا، لماذا يعني تعتبر هذا على الرغم من إقراره من جانب البرلمان والذي انتخب يعني شرعيا من جانب الشعب المصري؟ هذا أولا. ثانيا أيضا يعني كان هناك أغلبية برلمانية مررت مثل هذا القانون. فنما الأغلبية البرلمانية تحقق أهدافا لها، ولم تحقق أهدافا عامة، ولم ترى مصلحة مصر، لكنها سعت بالانحراف التشريعي او التعسف في استخدام السلطه التشريعيه في اصدار هذا القانون من اجل اشخاص معينه، شخص او شخصين هما المستهدفين في هذا الامر. فلا شك ان ذلك يعد من قبيل التعسف في استخدام السلطه التشريعيه. حتى ولو كانت الاغلبيه نعم الراي للجميع والقرار للاغلبيه، لكن هذا الأمر لا يمكن أن نقول إلا أنه تحقيق لأهداف شخصية. نعم، ولكن اسمح لي دكتور إيهاب، يعني هو أيضا يعني المهندس خيرت الشاطر وطبقا للقانون هو أيضا خرج من السباق الرئاسي، هذا أولا. ثانيا يعني قانون العزل السياسي كان مطلب أساسي من مطالب الثورة، طلب به الشعب المصري، يعني كل الشعب المصري طلب مثل هذا القانون. قادر على إقصاء من لا يلغي، مش قادر على إسقاط النظام مرة واثنين وثلاث وأربع، ولا أن الأمر هناك وصاية نرسل على الشعب نقيد إرادة الشعب بأنه لابد أن يختار شخصا معينا أو أشخاص معينة. خروج قيادة الشاطر من حلبة السباق في الانتخابات الرئاسية لم يرجع ذلك إلا لأنه له سابقة لم يرد اعتباره فيها، وليس بموجب قانون العزل. لا انا يعني انا افهم هذه النقطه، ولكن ما قصدته انه ايضا يعني طبقا لقوانين، يعني في النهايه هو خرج من هذا السباق وجماعه الاخوان او حزب الحريه
هم احترموا ذلك لأنه هذا وفقا للقانون، والآن من جديد هذا أيضا القانون أقله البرلمان المصري، وطبقا له اللجنة العليا للانتخابات تطبق هذا القانون. حضرتك هناك فرق كبير. أولا خروج المهندس خالد الشرط من هذا الأمر ده راجع لنص دستوري، نص دستوري، وده هذا بأنه لا يمكن أن يكون الشخص قد حكم عليه في سابقة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف. هذا الأمر ده منصوص عليه منذ الأزل، كل من حكم عليه في جناية محروما من الحقوق السياسية مباشرة. الأمر ده موجود بنص دستوري. أما القانون الذي صدر من أجل إقصاء أشخاص معينة أمر يختلف. إحنا ده دستور مصر موجود فيه هذا الأمر منذ أعوام وقرون، وكل القوانين المباشرة للحقوق السياسية اللي في العالم كلها بتنص على كل من حكم عليه في جناية. اسمح لي ولكن يعني فكرة يعني أنهم يستخدموا القانون لأهدافهم الشخصية، يعني كان من الأجدى، عفوا ولكن يعني يبدو أن الاتصال قد انقطع. كان معي دكتور إيهاب رمزي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية. مشاهدينا الكرام، نحن في المتابعة للخبر العاجل الذي جاء، وهي قرار اللجنة العليا للانتخابات استبعاد المرشح أحمد شفيق من سباق الانتخابات الرئاسية. دكتورة كريمة الحفناوي الآن معي على الهاتف، وهي عضو الجمعية الوطنية للتغيير. مرحبا بك دكتورة كريمة، كيف تعلقي على هذا القرار؟ مرحب بيكي. طبعا الاول انا بقول للاستاذ ايهاب ولمجموعه إن كانت في مجلس الشعب بتتكلم بشكل قانوني ان هذا القانون بفعل، انا رايي اني مش متفصل، هو كان جه متاخر جدا، لان احنا كنا طلبنا من اول يوم في الثوره، في ثوره يبقى لابد من محكمه ثوريه، وان كان لابد بعد حل الحزب الوطني بالمحكمه يبقى فيه هذا العزل السياسي، وقيل ان هناك قانون افساد سياسي وتأخر جدا، وأنا رأيي أن هذا القانون العيب في تأخره، فلما تأخر جدا جاء فعلا موافقا بعد ترشح الفلول وعمر سليمان، وطبعا لمصلحة شخصية أنا معاه في كل ده، لكن أنا عايزة أقول ده احنا في فترة ثورية، من حقنا في هذه الفترة الثورية أن يتم عزل سياسي ويتم محاكم ثورية، وأنا كان رأيي أن العزل السياسي ليس فقط كما جاء في القانون لرؤساء الوزراء أو من يعني قضوا العشر سنوات، كان المفروض الوزراء وكان المفروض كل القيادات اللي موجودة اللي ساهمت في سياسات تخريب وتدمير وطن على مدى اكثر من 30 سنه، اكيد هذا يعني ما تم هو يعني في رد فعل راحه كبيره جدا للشعب المصري اللي خرج في 20 ابريل وخرجت القوى الثوريه لتقول لا للفلول ولتطبيق العزل السياسي عليهم. وكنت اتمنى ان يكون القانون زي ما بقول يبقى على الكل، لان في ايضا ما زالت اخرين من فلول للنظام البائد، وانا رايي ان الشعب المصري هيكون واعي كويس جدا وهيعرف انه ينتخب من يعبر عن الثوره وليس من اي حد من النظام اللي فات. وانا رايي ان المجلس العسكري في الفتره الاخيره عمل سيناريو ذكي جدا ليستبعد الاخرين يعني من كل في اطار يعني الخناقه اللي حصلت بينه وبين الاخوان المسلمين، وانا رايي انها كانت خناقه على مصلحه شخصيه، سواء مصالح للمجلس العسكري او سواء مصالح للاسلام السياسي على اقتسام السلطات، فبدات الاوراق ضغط بمليونيه لاقاله الحكومه، نزول خيرت الشاطر، نزول عمر سليمان، اوراق ضغط كانت على الجانبين ليست في مصلحه الشعب المصري نهائيا، يعني كانت كل منهم بيدور على مصلحته خلال هذه الفتره. وعايزه كمان اقول ان لما المجلس العسكري بيقول الدستور قبل انتخابات رئاسيه هو عايز يطول ايضا مدته، هو عايز دستور وهو موجود لصلاحياته، احنا حقيقه في مرحله مربكه جدا جدا جدا، ولكن على الاقل حينما يبقى في ضوء يعني في وسط هذه المرحله المربكه ومنها ان الفلول يتشالوا بما فيهم احد
احمد شفيق او بما فيهم عمر سليمان، انا بعتقد ان المجلس العسكري بيحاول حينما صدق عليه كان ليس امامه الا ان يصدق عليه بعد ما رجعوا له اللي هو المحكمة الدستورية، كانت الكرة في ملعب المجلس العسكري، وعدم تصديقه كان هيزيد الشارع احتقان بالتأكيد، لأن الشارع المصري لم يقدم دماء أو تضحيات مقابل أن ينزل إنسان موالي في الآخر لسياسات النظام القديم، حتى يعني يستمر النظام القديم مرة أخرى بشكل جديد ويترسقوا مرة ثانية ويحافظوا على كل ما يعني قد نعفو عنهم، قد يعني يخرجوا خروج آمن. كل ده بالتأكيد أنا رأيي أن الشعب المصري هيكمل ثورته وهيبقى بالمرصاد، وأنا رأيي أن كان أمام المجلس العسكري طبق القانون وان اللجنه العليا للانتخابات يعني انها على طول تنفذ القرار، والا لكانت الموجه الثالثه من الثوره والتي بدات في 20 ابريل ستستمر وسيزيد الاحتقان طول الفتره القادمه، وبالذات مع قانون يعني انا رايي ان علينا ان نضغط بقى فاضل حاجه اللي هو الغاء الماده 28. يعني كان هذا هو سؤالي، يعني كان هذا هو سؤالي القادم لك دكتوره كريمه. يعني الان انت مرحبه يعني بهذا القرار من جانب اللجنه، ولكن بالافتراض يعني عدم الترحيب ربما بقرارات اخرى، هل الاوان الان بانه يجب ان يكون هناك من وجهه نظرك يعني وقفه للماده 28؟ 28 احنا وقفنا يوم 20 وقلنا مزيد من المليونيات، حتى لو اضطررنا ان نعود خلال هذا الشهر الى اعتصام، لان وجود الماده 28 دي العقبه بقى، يعني احنا زلنا بعض العقبات وزلنا بعض الفلول من طريقنا، ولكن هناك عقبه بتقول ايه في الماده 28 متحصنت. وانا رايي تحصين الماده وقعها منذ مارس في الاعلان الدستوري 63 ماده التي لم نستفت عليهم، بس عشان الناس ما تفقد الاستفتاء، الاستفتاء كان على 8 مواد في هذا الاعلان الدستوري 63 ماده، الماده 28 كان معناه ان المجلس الاعلى للقوات المسلحه وان سياسات نظام مبارك التي ما زالت موجوده بتحاول ان تزيف اراده الشعب بتحصيل قرارات اللجنه الانتخابيه. لنفترض الان حصلت انتخابات وطبعا المجلس العسكري عايز رئيس موالي له، ثم ان يعني كانت النتيجة في عكس ذلك وزورت الانتخابات وزورت إرادة الشعب لصالح رئيس موالي المجلس العسكري، يبقى ده معناه تيجي تطعم ما فيش طعم للجنة محصنة وفي إعلان الدستوري. يعني أنا رأيي أن الشعب المصري مش خلاص كده ما انتهاش، لا ما زلنا نطالب بأن المادة 28 تتلغي، دي إهانة للشعب المصري وإهانة لمرشح الرئاسة، وأنا قلتها بوضوح لكل مرشح الرئاسة يجب أن تقفوا في مسؤولية مع الشعب المصري لإلغاء هذه المادة، علشان ما نجيش بعد كده نكتب ونقول الانتخابات اتزورت. طب ما أنت وافقت على إنك تدخل بلعبة مشروطة بأن إذا زورت الانتخابات لا تستطيع أن تطعن. نعم، شكرا جزيلا لك. كانت معي دكتورة كريمة الحفناوي عضو الجمعية الوطنية للتغيير. معي أيضا دكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة. مرحبا بك دكتور أحمد، وبداية كيف تعلق على هذا القرار؟ أهلا بك سوزان، تحياتي لك ولضيوفك الكرام. مرحبا بك. هذا القرار إن كان هناك من تحية فالتحية للبرلمان المصري. نعم. البرلمان المصري أصدر حكم القانون واللجنة طبقت حكم القانون، لم يكن لها خيار في أن تطبق القانون وإلا لن نكون في دولة. نعم. فهو التحية للبرلمان على إقرار هذا القانون وتطبيقه الذي يمثل انتصار للثورة المصرية ولأهداف هذه الثورة العظيمة في هذه المرحلة المهمة والحرجة من تاريخ هذه الأمة. هناك ثمة خوف على الإطلاق، لا من أحمد شفيق ولا من عمر سليمان ولا من غيرهم، لأن يعني الشعب المصري كما تعلمين أسقط كل رموز الحزب الوطني الذين ترشحوا في الانتخابات البرلمانية وعزلهم عزلا شعبيا كاملا، فلم يكن هناك أي تخوف على الإطلاق من أن يحوز هؤلاء أي قدر من أصوات الشعب المصري الذي أسقط النظام وأسقطهم هم عن النظام، لأنهم كانوا أعمدة النظام، كانوا منتجي النظام، كانوا ليسوا مجرد متنفذين أو رموز عادية، بل كانوا هم جزء من الإنتاج لهذا النظام، أحمد شفيق وعمر سليمان وغيرهم. وبالتالي كلمة الشعب فيهم قالها في 11 فبراير حينما اسقط مبارك واسقطهم جميعا مع مبارك، وبالتالي ما كنت سمى تخوف على الاطلاق من خوض الانتخابات، لكن هو المعنى
المعنى في ان يكون الصوره المصريه تصحح من جديد وان تصل هؤلاء بهذه الوصمه انهم افسدوا واساءوا واضعوا وانتهكوا واضعوا مبدا سياده الشعب. نعم. واضعوا مبدا سياده القانون، وبالتالي كان لابد من هذا الخاتم عليهم بحكم القانون حتى تكون علامه معلمه للاجيال من بعد. هذه الصوره لا تحوس في البحر، لا تنسج على خيوط العنكبوت، بل تنسج في الحقيقه معالم مستقبل تربي فيه قيم وتؤسس فيه اخلاق قبل ان تضع احكام قانون. نعم. طب دكتور احمد، يعني اسمح لي ان استفيد يعني بخبرتك القانونيه وبعض يعني الاسئله القانونيه التي قد تدور الان تدور في الاذهان، هل سيكون من حق الفريق احمد شفيق الطعن على هذا القرار؟ لا يملك الطعن عليها على الاطلاق، لان اللجنه العليا للانتخابات قررتها غير قابله للطعن. طيب يعني الان هناك حديث عن هذه الماده 28، اذا كانت هناك يعني اي تغيرات هل يستطيع ان يقوم بالطعن على هذا القرار؟ بالنسبه للماده 28 يعني حدث حولها جدل كثير، وهذا الجدل منشاه ايضا كثير من الخلط وحديث غير المتخصصين. كل في نظامين من نظام الرقابه، في الرقابه السابقه وفي الرقابه اللاحقه. احنا في مصر خدنا قاعده الرقابه اللاحقه كمبدا عام واساسي، وبالتالي كل ما يتعلق بالمسائل الدستوريه من ناحيه القوانين والقرارات يفصل فيها بعد ان تطبق، لكنه استثناء في هذا المنصب تم اعتماد اسلوب الرقابه السابقه. فرنسا مثلا فيها نظام رقابه سابقه، النظام من حيث كونه نظام اللعيبه فيه، لكن المشكله هي في الممارسات السيئه التي كانت لها جانب سياسي وليس جانب قانوني في السابق. أنا هنا وإن كنت مع من يطالبون بإلغاء هذا النص والأخذ بالمبدأ العام المقرر في نظام القانون المصري من الرقابة اللاحقة وليس الرقابة السابقة، لكني لست متخوفا على الإطلاق، لأنه لا يملك أحد في مصر وإن أراد أن يزور صوتا أن يزور صوتا، لا يملك أحد، لا يستطيع أحد أن يزور صوته واحدا حتى لو أراد ذلك، لا اللجنة ولا الانتخابات ولا غيرها. وفارق كبير بين الإشراف على الانتخابات وإدارة الانتخابات. نعم. الإشراف على الانتخابات في مصر بدستور وبموجب التطبيق الواقعي للقضاء وليس اللجنة ولا الانتخابات، الإشراف قضائي كامل، وبالتالي كل قرارات القضاء في اللجان العامة وفي اللجان الفرعية تقبل الطعن عليها أمام المحاكم، وكلمة المحاكم هي التي تسود في النهاية وتطبق، وبالتالي الأمن عدا أن يزور صوتا. التعديل المهم الذي أجراه مجلس الشعب على كون الانتخابات الرئاسية بأن ألزم القاضي يعني يجب الفرز في اللجنه الفرعيه. طيب. وان يعطي صوره رسميه معتمده. طيب اسمح لي يعني طبقا لما 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 تقول يا دكتور احمد، يعني حسب فهم منك من الممكن ان يكون هناك طعن ايضا على هذا القانون، يعني طبقا بقى لمساله الرقابه اللاحقه، فربما هذا القانون نفسه الذي اصدره البرلمان المصري الفريق احمد شفيق يقوم بالطعن عليه عند المحكمه الدستوريه، وبصفه بقى الرقابه يعني اللاحقه يكون من حق المحكمه ان تقوم أن مثل هذا القانون غير دستوري. بالضبط، من حقه أن يطعن على القانون بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية حينما يطبق عليه. والمحكمة تبحث. طيب جميل جدا بقى في هذه النقطة، يعني وعفوا أنني يعني أقاطعك، ولكن إذا حدث ذلك هل سيكون من حق الفريق أحمد شفيق الرجوع مرة أخرى إلى يعني سباق الانتخابات الرئاسية إذا كانت هناك يعني بعض القرارات السريعة في الفترة المقبلة والطعن على عدم دستورية مثل هذا القانون؟ الطعن على دستورية القانون شيء، والطعن على قرار اللجنة شيء آخر. الطعن على دستورية القانون لن يوقف الإجراءات، لن يوقف سير الإجراءات، له آثار قانونية محددة في قانون المحكمة الدستورية العليا بعد صدور الحكم، آثاره لا تنسحب للأثر الرجعي، في نظام قانوني كامل يعمل به، لن يؤثر على مسار الانتخابات إطلاقا، لن يؤثر على سلامة الانتخابات المقبلة. نعم. طيب سؤال أخير لك، يعني أنا كان معي دكتور إيهاب رمزي وهو بالطبع يعني محامي، هو يرى أن هناك عوار في هذا القانون، كيف ترد على ذلك؟ يعني هو أنا قلت لك الفكرة في هذا القانون ليست مجرد وضع أحكام قانونية في الشروط والمبادئ بقدر ما هي وضع معلم أخلاقي قبل كل شيء في هذه المرحلة. والقانون بالشكل الذي خرج به باعتباره تعديلا على قانون تنظيم وشروط السياسيه، فاضاف شرطا من شروط الترشيح لا يوجد فيه ادنى شروط عدم دستوريه. نعم. لو كان القانون قد عدل شخصا بنص ولم يضع قاعده عامه مجرده تنطبق على كل من يتشكل مركزه القانوني لتنطبق عليه القاعده وتفوت عليه شرط من الترشيح، ان ممكن هناك مطعم دستوري، لكن اليوم هي قاعده عامه مجرده بتحط شرط من شروط الترشح
وبالتالي هذا الشرط باقي ومطبق اليوم وغدا وبعد غد وفي كل الانتخابات، وبالتالي لا مطلقا لعدم الدستوريه او لشبهه عدم الدستوريه. نعم دكتور احمد، يعني اخيرا البعض يرى انكم تاخرتم في اصدار مثل هذا القانون، كيف تعلق على ذلك؟ والله يعني هو كيف يعني يكفي المجلس انه قد اصدر القانون، ما فيه التاخر على ما تاخر، كلنا يعلم المرحله التي مر بها العمليه التشريعيه في مجلس الشعب الفتره الماضيه، يعني كانت حرائق تشتعل في المجتمع، ويكلف مجلس الشعب بإطفاء هذه الحرائق بما يعني من وقته ويصرفه عن مهمته الرئيسيه. المهم في النهايه تم انجاز القانون وصدر القانون وطبق القانون الان وتحققت الغايه، وما دمنا مع الغايه ندور اعتقد يبقى احنا نسير في الاتجاه الصحيح. نعم شكرا جزيلا لك، كان معي دكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة. أنوه مشاهدينا الكرام أننا اتصلنا بالأستاذ أحمد سرحان المتحدث باسم حملة الفريق أحمد شفيق، ولكنه ذكر لنا أنهم ممتنعون عن الإدلاء بأي تصريحات. الآن أنتقل أيضا إلى أستاذ طارق الملط عضو المكتب السياسي لحزب الوسط. مرحبا بك أستاذ طارق، كيف تعلق على هذا القرار؟ مرحبا أستاذ سرحان ومرحبا للسادة المشاهدين. مرحبا بك. الحقيقه نعلق ان ده الحقيقه شيء يسعد المصريين، ليس فقط بسبب استبعاد السيد احمد شفيق، ولكن بسبب تحقيق الاراده السياسيه للشعب المصري الذي عبر عنها مجلس الشعب من خلال هذا القانون. قد تكون ده اول تشريع يخرج من مجلس الشعب يمس الإرادة الشعبية فيما تريد تحقيقه من ناحية استبعاد رموز النظام السابق. نعم طيب، يعني هناك يعني البعض يرى، دكتور إيهاب كان يقول إن هذا القانون خرج في توقيت ليحقق أهداف محددة وليس أهداف عامة، أنت كيف تعلق على ذلك؟ أهداف إيه يا فندم؟ أهداف محددة أو أهداف خاصة وليس أهداف عامة للشعب المصري. تهم هذا القانون لأهداف محددة وهو استبعاد رمزين من رموز النظام السابق كان ترشحا، ولم يكن يتصور المصري أن بعد ثورة قامت وشهداء قدموا أن من كانوا في السلطة في وقت وقوع هذه الدماء الطاهرة الشريفة التي ضحت بنفسها من أجل مصر أن يعود هؤلاء ليطلوا علينا مرة أخرى ليتبوأوا منصب رئاسة الجمهورية، كان هذا يعني من وراء الخيال لا يتخيله أحد. فعندما ظهروا فبالتالي تم عمل هذا القانون ووافق عليه مجلس الشعب وصدق عليه المجلس العسكري. نعم، طيب طبقا يعني مثلا لما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة كانت هناك مطالبات بقانون العزل السياسي، عندما خرج هذا القانون للنور كان الوقت بالفعل قد فات، ولكن الشعب المصري حسم يعني بالفعل موقفه في هذه الانتخابات البرلمانية الماضية. لماذا يعني لا نترك الخيار أيضا في هذه الانتخابات الرئاسية إلى الشعب المصري ولا نشكل وصاية على الشعب؟ لا هي ليست وصاية، فالشعب المصري يعني معظمه حسب ما نعتقد أنه لا يريد أن يعيد تكرار نظام حسني مبارك، ولكن الفرق كبير والبون شاسع بين أن نتحدث عن شخصيتين كانوا في قمة الهرم السلطة أثناء الثورة وأثناء وجود المواجهات ويعني سقوط الشهداء، وبين أن نتحدث عن من كانوا في الأقاليم من أعضاء في الحزب الوطني كانوا يدخلون لهذا الحزب لينجزوا مصالح لذويهم ولأقاربهم ولأهل بلدتهم. هذا فرق كبير بين هؤلاء وبين من كانوا في قمة هرم السلطة وكانوا من الداعمين لنظام حسني مبارك لمدى سنوات طويلة، وأساسا أثناء الثورة لم يقدموا له المشورة والنصيحة الحقيقية بأن يتنازل ويحقن دماء المصريين. نعم شكرا جزيلا لك، أنا معي أستاذ طارق الملط عضو المكتب السياسي لحزب الوسط. معي الآن دكتور حسام أبو البخاري المتحدث باسم التيار الإسلامي العام. مرحبا بك دكتور حسام، كيف تعلق على هذا القرار؟ السلام عليكم أولا. عليكم السلام.
أنا بس عاوز أبدأ كلامي بمقولة لعالم الاجتماع الرمزي بيير بوردول لما كان بيتكلم أن هناك ثمة أنماط للشخصيات المختلفة، فالغني له نمط والفقير له نمط والمثقف له نمط، والنمط الذي كان يعني به هو أفعاله وأقواله ومظهره. يبدو أن احنا نطلب الفتات فيعني نتلقى أقل من الفتات. أنا حزين جدا أن يعد استبعاد أحمد شفيق من انتخابات الرئاسة انتصارا للصورة. هكذا وصل بنا الحال أن استبعد شخص يعني كان مجيئه من قبل مبارك لإنقاذ هذه الثورة وللتغطية على دماء الشهداء وإصابات المصابين، هذا لا يعد نصرا ولا انتصارا ولا أي شيء. وإن كان يعني شيئا فيعني أنه يعني خطوة صغيرة لا تليق بالثوار ولا تليق بمصر ولا تليق بدماء الشهداء ولا تليق بأي شيء. على الثورة والثوار وعلى الميادين والأبرار والأطهار أن يدركوا أنهم يدخلوا في اتجاهات إجبارية، اتجاهات يراد لهم أن يطلبوا بأقل القليل فينالوا بعد جهد ومضض وقرارات واجتماعات وأصوات زاعقة وقلوب نافرة ينالوا بها بعد ذلك أشياء هي أصلا كانت أبجديات من أبجديات الثورة، لأنه أي ثورة تقوم تهدم النظام القديم ثم بعد ذلك تعيد بناء نظام جديد على أسس ثورية وعلى مبادئ أخلاقية وعلى أساس من الاستقلال الوطني والتحرر الوطني وكل مقومات الدولة الحديثة المنتصرة. على هذا الحال يعني مع الفرح الذي انتاب البعض، إلا أني أرى صراحة أن هذا ما وصل بنا الحال أن نتعامل على أننا نمط قزمي، نمط يطلب من المجلس ويطالبه ويهدده ويعقد مليونيات كثيرة وملايين تأتي من هنا ومن هناك وأتوبيسات وأطفال ونساء ورجال، كل ذلك لكي نستبعد عمر سليمان وأحمد شفيق. للأسف هذا التفرق وهذا التشرذم وهذا التنابز وهذا هذه القاعدة التنافسية التي بنيت في مصر للأسف، كل ذلك أدى بنا أن نستبعد أحمد شفيق وعمر سليمان، ونظن أن ذلك نصرا مبينا. طيب اسمح لي يعني دكتور حسام، هناك من يوافق على هذا القانون وهناك من يعترض عليه. المعترضون يرون أن هذا القانون فصل على أشخاص بعينها، طبقا لوجهة نظرك هذا قد يبدو صحيحا، إذا هل تتفق وتوجه أيضا الانتقادات لهذا القانون، ولكن ربما من وجهة نظر أخرى أن هذا القانون كان يجب أن يكون نظرته شاملة أكثر من ذلك؟ صراحة سيدتي أني لا أمانع أصلا أن يصدر قانون ويسمى فيه الاسم عمر سليمان وأحمد شفيق وعمرو موسى وغيرهم، لا أمانع أصلا. وأظن أنه لو هناك ثورة حقيقية كانت كل هذه الأسماء الآن في السجون وليست عند أبواب لجنة الانتخابات الرئاسية. لا مانع عندي إطلاقا ولا مانع دستوريا، والذين كانوا يتكلمون يرفعون أصواتهم بعدم دستورية هذا القانون ها هم الآن بعد صدوره يقولون أنه فعلا له دستورية وله قانونية وهكذا. هم يدخلون للأسف في أحبال القانون وتفاصيله وتغريزاته ولعبكته الدائمة لكي بعد ذلك يعني يقدروا أن يلعبوا بنا ويلعبوا بالرأي العام وهكذا. والآن سيقولون وستخرج أصوات تتكلم وأقلام تكتب أن المجلس العسكري بإقراره لهذا القانون إنما وقف مع الثورة ووقف ضد الفلول، وهيهات لأي عاقل وأي ثوري أن يعتقد ذلك. يعني إن كان هذا البعض يعتبره نصرا فهو جاء من رجل حر يسمى عصام سلطان، وجاء من أغلبية برلمانية وجدت أنها لو لم تصدق ولو لم تقرر هذا القانون يعني سيصبح تحت الأرجل في الميادين، والآخرين الذين نزلوا بإخلاصهم يعني ما يلقوه في كل مكان، أقصد الصور
يعني نزل الجيش يعني من موقف أخلاقي ومن موقف ثوري ومن موقف يعني يجدونه هم انتصارا لدماء الشهداء، نزلوا لكي يرفضوا الترشح هؤلاء. هذا القانون أتى بمجهود هؤلاء، ولكن المحصلة النهائية أن هذا القانون يعني استبعد اثنان أو استبعد واحد، ولكن هذا لا انتصار للثورة. انتصار الثورة الحقيقي هو تفكيك وهدم الدولة العميقة التي بناها مبارك ومن قبله السادات وعبد الناصر. وأعتقد أنه آن الأوان لكي تتحد كل الأصوات وكل نعم، يبدو أن الاتصال قد انقطع. شكرا جزيلا لك، كان معي دكتور حسام أبو البخاري المتحدث باسم التيار الإسلامي العام. معي الآن أيضا أستاذ كمال زاخر منسق التيار العلماني القبطي. مرحبا بك أستاذ كمال، كيف استقبلت هذا القرار؟ هو كان متوقع، هو بس كانت المفاجأة في تاريخ النص، إن كان السيناريو الأكثر شيوعا انه تاريخ النشر هيجي بعد اعتماد قائمه المرشحين، وبالتالي لا يمكن تطبيقه باثر رجعي، اما تاريخ نشره الان فادى الى استبعاد الدكتور احمد شفيق من سباق الرئاسه، واظن ان هذا حقق احد اغراض التيارات الدينيه، وفضلا عن انه حقق ايضا مطالب الثوار باستبعاد من ينتمون الى الحكم السابق. لكن الخوف الحقيقي ان نكرر التجربه التي مررنا بها قبل ذلك بعد 52، وهو تصفيه كل الرموز التي ادت خدمات للوطن تحت ظن او تحت مقوله انهم كانوا في العهد البائد، وبالتالي خسرت مصر قدرات وخسرت مصر قوه كان يمكن ان تقدم المزيد. بغض النظر عن أحمد شفيق أو غيره، لكن أتمنى أن لا يستخدم هذا القانون في العزف وفي الترصد لكل من يقال عنه أنه من النظام السابق. أتمنى، ولكن اسمح لي أستاذ كمال، يعني اسم السيد عمرو موسى موجود، وهو شخص كان يعمل في النظام السابق، وعلى الرغم من ذلك وعلى الرغم من صدور هذا القانون هو ما زال موجود في سباق الانتخابات الرئاسية. هل هذا ينفي تخوفاتك؟ هو إلى حد ما، لكن المشكلة أنه أيضا يبدو أن التعديلات التي تمت على القانون والتي أقصت هذا الرمز كانت تكاد تكون بالتفصيل، يعني بالمقاس، وبالتالي هو ده سبب تخوفي. أنا لست مع أو ضد أحمد شفيق، ولكن أنا ضد فكرة تصفية الحسابات على حساب الوطن في النهاية. نعم. طيب أنت السباق ما زال مستمر. نعم. طب أستاذ كمال، أنت أيضا ذكرت يعني مسألة علامات الاستفهام في التاريخ الذي صدر يعني هذا القرار من جانب اللجنة العليا للانتخابات. كنت قد يعني تتوقع أنه قد يصدر بعد يوم الخميس المقبل ويكون في هذه الحالة غير ساري على أحمد شفيق، يعني طبقا بقى لهذا السيناريو وهذا الميعاد الذي خرج فيه هذا القرار، أنت كيف تقرأ الصورة؟ الصورة حتى الآن ملتبسة وتبعث على كثير من الخوف، لأنه عندما يفتح باب تصفية الحسابات والترصد لا يغلق هذا الباب، خاصة في مجتمعنا العربي والمصري تحديدا، ولنا سابق تجارب قبل كده عندما انتقلنا من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري بعد 52. ولذلك أتمنى أن نكون أكثر حرصا ونقرأ الأمور بموضوعية بعيدا عن الشخصنة. طيب أنت يعني تسمي هذا القانون تصفية الحسابات، ولكن اسمح لي أستاذ كمال، يعني أيضا هذا القانون كان ضمن مطالب الثورة. عندما خرج علينا هذا القانون في الانتخابات البرلمانية ولم يكن هناك حيلة لتنفيذ هذا القانون لأنه خرج متأخرا، يعني خرجت الأقلام وخرج أيضا الشعب المصري يدين هذا القانون الذي خرج متأخرا، إذا لماذا نسميه الآن تصفية حسابات؟ أنا ما قلتش إنه تصفية حسابات، أنا بقول أخشى أن يستخدم لتصفية الحسابات، ودي وارد في الإطار السياسي، وأتمنى أن يطال كل الذين أفسدوا الحياة السياسية وكل الذين أرهقوا مصر قبل ذلك،
بما فيها بعض الرموز في التيارات الدينية، لأن أن يصدر عفو عن بعض المتهمين والمدانين من التيارات الدينية ثم نتعقب بعض الرموز الأخرى برضو دي بتمثل علامة استفهام وتمثل تناقض في الموقف. طيب فيما يخص يعني بعض الرموز الدينية، يعني ربما تقصد هنا المهندس خير الشاطر، ربما أيضا دكتور أيمن نور، ولكن يعني في هذه الحالات تحديدا البعض يرى أيضا أنهم حكموا في ظل نظام سابق تحت ظل محاكم عسكرية، وعلى الرغم من ذلك هم الآن أيضا يتم معاقبتهم لأنهم يعني هم عوقبوا في نظام سابق، وأيضا الآن هم غير قادرين على الترشح للانتخابات الرئاسية. يعني هناك من يرى أن في هذه قد تكون مغالطات وليس حسابات الثورة. هو للأسف الثورة لم تجني شيء مما يحدث الآن، إنما هي صراع قوى، وربما صراع ديناصورات، والعشب يتحطم تحت أرجل الأفيال التي تتصارع، وبالتالي نحن في حالة ارتباك شديد في القرارات في المواقف وفي كل ما يحدث بيننا، وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة سريعة نخرج منها حتى لا يكون هناك مزيد من الخسائر. طيب أستاذ كمال، يعني أخيرا وبمنتهى الوضوح، هل أنت راضي عن خروج الفريق أحمد شفيق من سباق الانتخابات الرئاسية طبقا لهذا القانون؟ الحقيقة أنا على المستوى الشخصي غير راضي، وإن كنت أنا ما كنتش هنتخب أحمد شفيق، لكن كان له حق إنه يستمر في السباق، وخاصة إنه رجل في تجربته الصغيرة نجح شديدا ووضع مطار القاهرة عندما كان تحت امرته في صفوف مطارات الكبرى في العالم. هو لديه رؤيه، لديه قدره على ان يعمل بالجماعه او من خلال تيم وورك زي ما بنقول، وبالتالي ليس كل من كان في العصر البائد هو مسؤول عما حدث في هذا العصر. شكرا جزيلا لك، كان معي استاذ كمال زاخر منسق التيار العلماني القبطي. أنتقل إلى دكتور سمير صبري المحامي بالنقد. مرحبا بك دكتور سمير. يعني بداية سوزان أهلا بك. بداية مرحبا بك. بداية كيف تعلق على هذا الخبر ثم بعد ذلك يعني ندخل في الشق القانوني؟ هو طبعا ما فيش شك أن نتوجه الأول بالشكر للأستاذ النائب حسام سلطان لأنه صاحب هذه المبادرة لتعديل أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية. فيما يتعلق بالقانون صدر واتنشر في الجريدة الرسمية، فيتعين على اللجنة العليا للانتخابات أن تطبقه، فطبقته بحذافيره وقامت باستبعاد الفريق من الانتخابات. وأنا طبعا من ضمن المؤيدين لهذه التعديلات ولهذا القانون، ولابد أن يتم استبعاد كل من كان يعمل في ظل النظام السابق ويده ملوثة بدماء الشهداء والمصابين والذين فقدوا أبصارهم. طبعا نحب أوضح لحضرتك أن 12 امبارح في كل الصحف أن بدأ معالي النائب العام التحقيقات في بلاغات فساد مقدمة ضد الفريق أحمد شفيق، فلا بد أن يتم انتهاء هذه التحقيقات. فاستبعاده جاء يصادف إرادتي شخصية، مش هتكلم عن الإرادة الشعبية، ويصادف التطبيق الصحيح للقانون. ولكن انا يهمني ان الحياه القانونيه اللي حضرتك اثرتيها وانا شفت كتير بيتكلموا فيها مش كلام قانوني سليم. ليه؟ لان هو دلوقتي الحكم قيل في شانه القانون، قيل في شانه ما قيل، عدم دستوريه دستوريه مش كل الكلام ده اللي اتقال، ولكن لما اتحال للمحكمه الدستوريه ضافه تاني للمجلس العسكري على اساس ان لا يجوز لها أن تنظر مسائل سابقة على إعمال القانون، وطبق عليه المجلس العسكري على القانون وتم نشره. فاللجوء إلى المحكمة الدستورية حتى يلجأ الفريق أحمد شفيق للمحكمة الدستورية لابد أن يكون من خلال دعوة، ولكن لا يجوز له أن يلجأ ابتداء أو مباشرة إلى المحكمة الدستورية ويقيم دعوة طعن في دستورية هذا القانون أو هذه المواد التي انتهت الاستبعاد. عفوا دكتور سمير، يعني أنا لم أفهم هذه النقطة، يعني كيف من خلال دعوة؟ هو من سيقوم الدعوة بأن يعني هذا القانون غير دستوري، هل هناك مشكلة في ذلك؟ المشكلة هي مشكلة قانونية. حتى يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية
لابد أن يتم اللجوء إليها من خلال دعوة، وهذه الدعوة لابد تكون منظورة أمام إحدى المحاكم ويطعن أمام هذه المحكمة بعدم الدستورية، وتحيل المحكمة هذا الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا. أبسط لحضرتك هذا الحديث عشان يلجأ الفريق أحمد شفيق للطعن بعدم الدستورية، لابد أن يقيم طعن أمام المحكمة الإدارية، طعن على قرار اللجنة باستبعاده الانتخابات. هيصطدم بالمادة 28 التي جاء نصها صريحا على أن قرارات اللجنة لا يجوز الطعن عليها. فبذلك لا يستطيع أن يلجأ مباشرة للمحكمة الدستورية، فلا بد أن يلجأ طبقا لأحكام قانون المرافعات. يعني إذن هو سيلجأ أولا إلى محكمة القضاء الإداري، ولكن طبقا لأن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هي محصنة، فبذلك فأن الدعوة ستكون موقوفة يعني أو مغلقة أمام الفريق أحمد شفيق. لا يجوز له أن يقيم دعوة بعدم دستورية مواد القانون التي بمقتضاها تم استبعاده إلا من خلال طعن أمام محكمة عادية أو محكمة إدارية، ولا يجوز له أن يلجأ إلى أي محكمة لأن القرار اتحصن بالمادة 28. شكرا جزيلا. هذا قرار نهائي وأصبح استبعاده نهائي، ومبروك لمصر. شكرا جزيلا لك. أنا معي دكتور سمير صبري المحامي بالنقد. معي الآن أيضا أستاذ السعيد الكامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية. مرحبا بك أستاذ السعيد، وبداية أنت كيف تعلق على هذا القرار؟ مرحبا بك. وهذا القرار يعني وإن كان في ظاهره مفصل على مقاس الفريق أحمد شفيق، وربما كان عمر سليمان قبل استبعاده، ولكن هو يعتبر انتصار لثورة 25 يناير، وكنا نتمنى من البرلمان اللي بيسمي نفسه برلمان الثورة أن يصدر قانون العزل السياسي بما طالبت به القوى السياسية من ثورة 25 يناير، أن يشمل أيضا أعضاء مجلس الشعب الذين قاموا بتزوير أو بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات في 2005، وأن يشمل أيضا أعضاء مجلس الشعب والشورى الذين نجحوا بالتزوير في 2010، وأن يشمل أيضا كل الوزراء، وأن يكون لا يسمح لهم بالترشح لأي منصب سياسي في المستقبل. لكن أن يفصل المشروع بهذا الشكل في الحقيقة في إهانة للثورة وفي إهانة للمصريين، وإن كنا نرحب به، ولكن أن يفصل لمصلحة الأغلبية بهذا الشكل ويتحركوا فقط عندما تصطدم مصالحهم بهذا القانون، لماذا لم يتحرك البرلمان منذ وقت طويل؟ أنا وأنا مع حضرتك على التليفون دلوقتي استمعت الأخ اللي اتكلم قبلي. لا، هو من حق الفريق أحمد شفيق أن يلجأ إلى محكمة القضاء الإداري وأن تحكم بوقف انتخابات مجلس الشعب، وربما تحيله زي ما عملت مع قانون مجلس الشعب، ما قانون مجلس الشعب، أن تحيله أيضا إلى المحكمة الدستورية. طب اسمح لي يعني أستاذ سعيد، يعني إذا لجأ الفريق أحمد شفيق طبقا لما تقول إلى محكمة القضاء الإداري، ما علاقة هذا بانتخابات مجلس الشعب أو بمجلس الشعب نفسه؟ لا، هو ممكن يطعن على هذا القرار باستبعادي أمام المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية قد تصدر حكما بتأجيل أو إيقاف انتخابات الرئاسة، لأنه قرارات اللجنة العليا للانتخابات تكون محصنة بعد يوم 26، وهو الميعاد النهائي لصدور الكشوف النهائية للمرشحين. أما حتى هذه اللحظة من حقه أن يطعن، ومن حقه أن يوقف انتخابات الرئاسة، ومن حقه أن ولكن اسمح لي، يعني طبقا للقضاء المصري فالمسألة قد تكون مغلقة، فيعني لم يتبقى لنا إلا يومين. حضرتك حتى لو مغلقة، نحن أمام وضع سياسي مرتبك. ولو تتذكر حضرتك المحكمة الدستورية ردت بعد 24 ساعة على إحالة قانون تعديل قانون بشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية من المجلس العسكري. كل شيء وارد خلال 48 ساعة القادمة، لكن المجلس يخضع لضغوط من الأغلبية البرلمانية ويصدر أحكام وهو يعلم أنه مطعون عليها بعدم الدستورية إرضاء للأغلبية. نحن في وضع سيء. طب اسمح لي، ولكن يعني حتى مع الأخذ في الاعتبار ما تقول، ولكن يبقى أن هذا القانون كان مطلب من مطالب الثورة المصرية. لا، هذه مغالطة. هذا لم يكن المطلب. المطلب أن يصدر قانون عزل سياسي لكل رموز النظام السابق وليس لعمر وأحمد شفيق فقط.
يعني هذا القانون مفصل على اشخاص بعينهم ولا يتولوا مناصب بعينها، يعني لا يتولوا. ولكن يعني ولكن تحديدا في هذه النقطه هذا القانون قد يشمل اشخاص اخرين، ربما يعني في السباق الرئاسي هو قد يشمل عمر سليمان واحمد شفيق، ولكن بعد ذلك هو قانون ايضا عام قد يشمل عدد من الشخصيات الاخرى. شوف حضرتك، هو في نقطتين، في اشخاص تم عزلهم وعزلهم عن وظائف محدده، يعني مش من حق حد ان يبقى رئيس جمهوريه ومش ولا نائب رئيس جمهوريه ولا رئيس وزراء. طيب لكن ممكن يبقى رئيس مخابرات، ممكن يبقى عضو مجلس شعب، ممكن يبقى رئيس مجلس شعب، ممكن يبقى وزير، ممكن يبقى رئيس جامعه، محافظ، ممكن يبقى كل حاجه في البلد. طيب استاذ السعيد، يعني الا ترى ان في ظل هذه الظروف وفي ظل ايضا هذه الضغوط على البرلمان المصري وايضا يعني ورقه ربما تكون ورقه ضغط في يعني في يد المحكمه الدستوريه بعدم شرعيه البرلمان ككل، يعني ربما ان هذا قد يكون يعني احسن من غير شيء على الاطلاق، يعني قانون يظل هذا القانون مطلب لبعض من شرائح المجتمع المصري. هو مطلب لبعض شرائح المجتمع وهو مرفوض من ايضا من شرائح المجتمع الاخرى، نحن لا نرضي كل المجتمع، اما ان نطالب باستكمال الثوره والعوده الى المسار الصحيح للثوره المصريه، أو أن نظل يعني نلصق ونلصق في الأمور. أنا لدي معلومات مؤكدة أن المحكمة الدستورية ستنعقد يوم 6 مايو القادم، وربما تصدر حكما ببطلان البرلمان، لأنه تقرير مكتب المفوضية التابع للمحكمة الدستورية أوصى ببطلان انتخابات البرلمان، وبالتالي وقف الدستور، وقف تشكيل الجمعيات تأثير الدستور، وانتخابات الرئاسة مهددة بهذا الشكل اللي ماشيين فيه. الأمر يحتاج إلى إعادة نظر في المسار السياسي بشكل عام، لأن كل ما اتخذ من خطوات تم اتخاذه تفصيلا على مقاس تيار معين في الشارع المصري، هو نفس التيار اللي بيقوم بمليونيات كل جمعة بالضغط على المجلس العسكري. المجلس أصبح الآن مسلوب الإرادة، المجلس العسكري مسلوب الإرادة ويرضخ للمليونيات والمظاهرات، ولا يعني إذا كان الأمر سيقف أم سينتهي، هو يرمي الكرة في ملعب البرلمان أو في ملعب الأغلبية والمليونيات ويستجيب تحت ضغوط، وفي النهاية المواطن البسيط الذي يعاني من مشاكل ليل نهار، من أزمات بتطحنه، من احتياط نقدي بيتآكل، من حرائق وافتعال أزمات هنا وهناك، هو ده اللي بيدفع الثمن الحقيقي للنزاع. طيب بس اسمحي أستاذ سعيد، يعني إذا تم الموافقة يعني موافقتك على مثل هذا الحديث، ألا كان من الأجدى أن يكون حزب الأغلبية أن يستصدر مثلا بقانون عفو عن المهندس خيرت الشاطر الذي يعني من وجهة نظر هذا الفصيل أنه عوقب مرتين، مرة في النظام السابق تحت يعني أمرة المحاكم العسكرية، ومرة أخرى في هذا النظام بعد الثورة وهو غير قادر على الترشح للانتخابات الرئاسية؟ ومن قال أن هذا لم يحدث؟ أولا لما أيمن نور صدر عفو من المجلس على القوات المسلحة له، الدنيا كلها عرفت ونشرت في كل الجرائد والراجل جه واتكلم. ولكن اسمح لي، العبرة بالنهاية. يعني هو في النهاية متى صدر العفو؟ ومين اللي قال إنه ما حصلش صفقات وحصل اتفاقيات؟ في النهاية اسمح لي أستاذ سعيد، في النهاية المهندس خيرت الشاطر يعني هو غير قادر على الترشح لرئاسة الجمهورية. ربما لأسباب لم تكتمل بعد، لكن العبرة في الموضوع أن البرلمان قام ولم يقعد بسحب الثقة من الحكومة، وقام ولم يقعد من أجل سفر المتهمين في قضايا المنظمات الأجنبية، وفجأة كل شيء انتهى، وبعد كده سمعنا عن عفو عن المهندس خيرت الشاطر. من قال أنه لا تحدث صفقات ولا يحدث مساومات؟ من قال أن البرلمان بيضغط في ميدان التحرير، وأثناء الضغط في ميدان التحرير بيكون في قيادات اخرى بتتفاوض مع المجلس على القوات المسلحه ربما يخرج على كل حال يعني طيب في النهايه على كل حال يعني الايام القادمه سنرى ماذا سيحدث، وفي النهايه حتى الان لم يستطع يعني المهندس خيرت الشاطر حتى الترشح للرئاسه. شكرا جزيلا لك استاذ السعيد كامل رئيس حزب الجبهه الديمقراطيه. انتقل الى دكتور جمال زهران رئيس قسم العلوم السياسيه بجامعه بورسعيد. مرحبا بك دكتور جمال، بدايه كيف استقبلت هذا القرار؟ قرار احمد شفيق، بعد احمد شفيق. نعم، هو في الحقيقه طبعا احنا يعني بنحصد المسار الخاطئ للثوره،
لانه العزل السياسي ده كان يعني اولى مقدمات الثوره. ده كان امر لازم يصدر في شهر فبراير 2011 مع حل مجلس الشعب، كان لازم يصدر قرار واضح، وكان المجتمع مهيئ لاستقبال هذا القرار لانه ده من الامور الطبيعيه التي تعقد الثورات. واحنا في الحقيقه طبعا هذا القرار او هذا القانون عندما يصدر من مجلس الشعب بعد 3 أشهر تقريبا من بدء عمله معناه انه صدر متاخر، وايضا صدر من مجلس الشعب يقول على نفسه ثوري، المفروض كان يصدر من اول اسبوع او اول اسبوعين حتى يكون هناك في شوفه سياسيه. ولكن لماذا نظر هذا القانون وبالاستعجال؟ نظر لانه في اطار التهديد الذي حدث بالنسبه للاخوان المسلمين بعد 13 عمر سليمان، وبالتالي في هناك شبهه كثيره على هذا القانون، لكن انا موافق عليه رغم تاخره وعدم اكتمال. كان يجب ان يتوسع هذا القانون لكي يشمل اكثر من 100,000 واحد، يشمل قيادات الحزب الوطني ولجنه السيادات، في بالمناسبه اعضاء مجلس الشعب حاليا من لجنه السيادات، كان لازم يستبعد. فاذا القرار قصد به ناس معينه او القانون. الحاجه الثانيه ان كان لازم يشمل جميع اعضاء مجلس الشعب المحليه لمده المجلسين الاخيرين من 2002 ل 2008 لانهم مزورين. بالنسبه للانتخابات مجلس الشعب والشورى كان لازم قرار بحوالي 5,000 يتم عزلهم تقديرا وما تنفعش عوض. بالمناسبه في حوالي 14 عضو مجلس الشعب وشورى حاليا من اعضاء مجلس الشعب السابقين ومرشحين للحزب الوطني السابقين. فده لازم يتم استبعادهم على اي حال يعني. كمان ما يتعلق بالوزراء السابقين الذين خدموا في نظام مبارك واثبتوا ان هم كانوا مشاركاء في تدمير المجتمع. عايز اقول انه هذا المشروع القانون لازم يتطور ولازم يتوسع عشان نحمي الثوره في الفتره القادمه. انا مستقبل احمد شفيق لانه المفروض كان يستبعد من زمان، وعمر سليمان، وان التبجح على وعمرو موسى ايضا جزء من الحلول، كان وزير خارجيه مبارك لمده 10 سنين لازم يستبعد. فاذا الابقاء على هذا وذاك داخل مجلس الشعب واعضاء السياسات يدي شبهه لهذا القانون الذي يجب ان يستقبل على الفور ويطالب المجلس العسكري بالتنقيب عليها فورا. نعم. طيب دكتور جمال، البعض يرى ومنهم أستاذ سعيد كامل يعني كان معي منذ قليل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أن الانتخابات الرئاسية مهددة، هل أنت تعتقد ذلك؟ طبعا طبعا. كل بص حضرتك، العملية السياسية كلها ماشية تحت التهديد على مدار 15 شهر حتى الآن، ولا حاجة ناجحة. لا مجلس الشعب ولا الشورى ولا أحد الذين رفعوا دعوة بانتصار مجلس الشعب، وانا كنت عضو مجلس الشعب سابق، ولما تدخل انتخابات مجلس الشعب لان عارف النتيجه دي، قلت الكلام ده في الجزيره معاكم وفي اماكن اخرى، ان هذه العمليه السياسيه عمليه وهميه وان هي خطيئه سياسيه، وكل ما انتهيتين فيها هتبقى بالنسبه له عار فيما بعد عشان يبقى احنا واضحين. الانتخابات الرئاسيه جزء من عمليه سياسيه وهميه مرشحه للانتخاب، وزي ما قال الاخ سعيد يوم 9/5 هيتنشر المحكمه الدستوريه محفوظ القرار في شأن او بطلان مجلس الشعب والشورى على خلفيه ان النظام الانتخابي نظام خاطئ اصلا، ونظام اخل بمبدا المشاركه وتكافؤ الفرص زي ما شرحناه قبل كده. فعندما يصدر القرار من المحكمه او المحكمه الدستوريه بطلان مجلس الشعب يبطل على طول انتخابات ذاتها، لانه عدد من الذين رشحوا بعض المرشحين في انتخابات الرئاسه بعضهم واخد تزكيات من اعضاء مجلس الشعب، فاذا الانتخابات باطله. فلو قدر الحكم من الدستوريه قبل اجراء الانتخابات هيبقى طبعا بتوقف الانتخابات جبرا، اما اذا صدر الحكم بعد انتخابات الرئاسه فهتثير شكوك حول هذه الانتخابات. لذلك انا من المطالبين وصف هذه المهزله، لان ده مشهد عبثي لا يمكن تحمله، واعاده المساله الى مسارها الدوري الاساسي في عمليه العدل السياسي والمحاكمه السياسيه محكمه ثوره، وبعدين تشكيل لجنه لتاسيس الدستور وعمل دستور، ثم ينتخب مجلس رئاسي مؤقت او يختاره من بين المرشحين الحاليين ونحط لها ضوابط ومحكمه وحكومه جديده دوليه. غير كده ان احنا ننتقل للمأزق مره، اما ان المجلس العسكري يستمر مره ثانيه ده شيء مرفوض تماما يعني، لان هو ضد الحراسه انها خمس صلاحه. نعم.
شكرا جزيلا لك. أنا معي دكتور جمال زهران رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد. معي أيضا الآن على الهاتف، ولكن أنوه قبل ذلك مشاهدينا الكرام أننا نستقبل التعليقات والأسئلة على صفحتي الجزيرة مباشر مصر على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ونقوم بعرضهم على الشاشة تباعا. فننتظر منكم مشاهدينا الكرام التعليقات والأسئلة على فيسبوك وتويتر. معي الآن أيضا دكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للأبحاث والتنمية وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة. مرحبا بك دكتور أحمد. أهلا مرحبا بك دكتور أحمد. بداية، كيف استقبلت قرار استبعاد الفريق أحمد شفيق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا أنا كمثل باقي القوى السياسية يعني وفقا لما هو معروف بالاعتبارات السياسية، أنا من أشد الذين ينادون بإبعاد سلول النظام السابق، بل وكل الذين كانوا يعاونون النظام السابق من التواجد داخل هذه الانتخابات الرئاسية. ولكن يعني بالصفة القانونية، وهي يعني ربما قد يختلف الرأي تماما عن رأيي من الناحية السياسية، فأنا من الناحية السياسية يعني أرحب جدا بهذا القرار، بل أنا من الذين ينادون باستبعاد كل فلول النظام السابق وكل من شاركوه. لكن من الناحية القانونية الأمر قد يختلف كثيرا، لأنني أرى أن هذا الاستبعاد مبنيا على اعتبارات قانونية تشوبها شبهة عدم دستورية. يعني إن كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت قرارها بعدم اختصاصها بقانون بالنظر فيما يتعلق بقانون مرشح السياسية المادة الثالثة ما أضيف عليها فيما يتعلق بعزل فلول النظام السابق من الترشح للرئاسة، فإن إصدار هذا القرار مبنيا على أن قانون المحكمة الدستورية العليا لا يمنحنا الحق في الرقابة السابقة على دستورية القوانين، كما أن هذا القانون لا يعد من القوانين المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بقانون انتخابات الرئاسة. ومناط ذلك أنه لا سبيل لنا إلا أن احنا نبحث عن آلية أخرى لإبعادهم، وأرى أنه لا مناص من اللجوء إلى العزل الشعبي لكل أعوان النظام السابق وفلول النظام السابق. طيب دكتور أحمد، يعني في هذه النقطة يعني أريد إيضاح أكثر، هل معنى ذلك أنه من الممكن أن يكون هناك طعن من جانب الفريق أحمد شفيق ويتم قبول يعني هذا الطعن عن طريق محكمة القضاء الإداري ويتم تحويله إلى المحكمة الدستورية؟ يعني إن كان هناك من طعن قانوني من الناحية القانونية فقط، إن كان هناك الحق في ذلك، فالطعن سيكون مرتبط على عدم دستورية نص المادة 3 فقرة ألف مقرر التي تتعلق باستبعاد فلول النظام السابق وهو عزلهم عن ممارسة الحق في الترشح لرئاسة الجمهورية. هذا حق أصيل من الحقوق الدستورية التي لا تسقط بسقوط الدساتير، ومن الحقوق التي يعني تعتمد على المساواة بين أفراد الوطن الواحد. طب يعني اسمح لي، يعني كما فهمت في هذه النقطة من قانونيين آخرين كانوا معنا يعني في وقت سابق، أنه طبقا ل يعني المادة 28 وتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، فحتى يعني مع دخول الفريق أحمد شفيق في مثل هذا المسار القانوني سيكون في النهاية الباب مغلق أمامه. يعني أنا عايز أوضح لحضرتك أن أصلا المادة 28 من الدستوري هي مادة تشوبها عوار، لأنها مادة قائمة على إعمال نظرية أعمال السيادة. هذه النظرية التي تقلفت وانتهت من كل العالم، وما زلنا نحن إلى الآن نتبع هذا النظام ونأخذ بهذه الفكرة التي تقوم على أعمال السيادة، الأعمال التي لا يحق الطعن عليها والتي تخلو من أي رقابة قضائية لتفصل في مدى قانونية ودستورية هذه الأعمال أو هذه القرارات. يعني أنا مع أوضح لحضرتك مرة أخرى أنني ربما من الناحية السياسية أتفق مع هذا القرار، لكني أوضح أن من الناحية القانونية هذا القرار والحكم الصادر محكمة دستورية بعدم الاختصاص في الرقابة السابقة على دستورية قانون المرشح السياسية هي أمور في يعني تدخل بنا في غموض سياسي وفي غموض قانوني. هناك يعني عبث قانوني نعيشه في مصر في هذه الأيام، هناك تناقض غريب جدا ما بين نصوص موجودة داخل الإعلان الدستوري تضمن كفالة حماية الحقوق والحريات العامة والخاصة، وفي نفس الدستور نقيد حماية هذه الحقوق وأهم حق الحق في اللجوء للقضاء بوجود نص المادة 28. هناك تناقضات لا أساس لها ولا تفسير لها داخل الإعلان الدستوري تضعنا في أمر محير وفي خلاف قانوني ليلا نهارا في اجتماعات ومؤتمرات وأبحاث نبحث كيف تتوائم هذه الأمور لنخرج بها بشيء من التلاؤم. طيب هل معنى ذلك دكتور أحمد أن الانتخابات الرئاسية القادمة هي انتخابات مهددة؟
يعني انا اخشى ان تكون هذه الانتخابات على الرغم من اننا نريد ان تنتهي هذه الانتخابات لنخرج من هذه الازمه السياسيه والدستوريه والقانونيه بان يكون هناك رئيسا للجمهوريه حتى يتم بناء مؤسسات الدوله بطريقه وبآليه محترمه يعني تضمن لنا الاستقرار، الا انه بهذه الصوره قد يعني يترتب على ذلك ان يكون هناك طعن على الانتخابات القادمه لوجود بعض المخالفات القانونيه. يعني اؤكد لحضرتك ان هناك مبادئ اساسيه لا تسقط بسقوط الدساتير، ومن هذه المبادئ ما يتم اهداره وما تم اهداره فعلا داخل الاعلان الدستوري. انا صحيح من الناحيه السياسيه اريد استبعادهم، لكني كنت اريد ان يتم ذلك بطريقه واليه قانونيه دستوريه تضمن وتحصن عدم جواز الطعن على ذلك بما لا يخل بضمانات حقوق الانسان وبما لا يتعارض مع فكره التضمين حتى يعني نتحول تحولا ديمقراطيا حقيقيا. يعني هناك في نص الماده 28 اصرار عديد على ان تنفرد لجنه الرئاسه باصدار قراراتها دون ان يكون اي حق للطعن على هذه القرارات، دون ان يكون هناك مبرر لذلك. في نفس الوقت نرى ان المجلس للعقوبات المسلحه يعني اصدر الكثير من القوانين والتي لم يعني يطالب او لم يعلن ان يكون هناك رقابه سابقه على هذه القوانين، كقانون انتخاب مجلس الشعب وقانون انتخاب مجلس الشورى، ثم نراه على النقيض تماما يختص حصريا قانون انتخابات الرئاسه ليخضع للرقابه السابقه دستوريه القوانين وانه لا يمكن تعديله الا قبل الرجوع اولا الى المحكمه الدستوريه العليا، ثم نرى المحكمه الدستوريه العليا الان ترفض القانون المتعلق بعزل حلول النظام وتقول انها لا تختص به لانها لا تختص وفق قانونها ببحث او نظر الرقابه السابقه على دستوريه القوانين. طب هذا يطرح هذا يطرح لنا سؤالا، يعني في خضم هذه الازمه القانونيه لماذا لا تراقب على مثل هذا القانون بصفة مسبقة وقانون آخر مثل قانون الانتخابات الرئاسية يكون عليه رقابة مسبقة من المحكمة الدستورية العليا؟ لا يحتاج إلى تعديل تشريعي في قانون المحكمة الدستورية العليا يسمح لها باختصاص متنوع ما بين الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة، لكن قانون المحكمة الدستورية العليا يعطي لها الحق فقط في الرقابه اللاحقه على دستوريه القوانين لا الرقابه السابقه، وده كان من اهم الاساسيات او الاسس التي بني عليها القرار الصادر بعدم الاختصاص من هيئه المفوضين بالمحكمه الدستوريه العليا ان المحكمه غير مختصه بالرقابه السابقه على دستوريه القوانين. يعني الامر صعب وهناك يعني امور غامضه لا نعرف الى اين ستذهب بنا، هناك مخالفات قانونيه ودستوريه متعدده، كنا نريد ان يعني لا تسير الامور بهذه الصوره، لطالما لدينا بان يكون هناك دستور اولا، لطالما لدينا بان يكون هناك اختصاصات محدده للبرلمان، قوانين محدده تتم عقب وجود دستور يحدد شكل العلاقه ما بين مؤسسات الدوله وبعضها البعض، وشكل العلاقه ما بين الرئيس القادم وبين الشعب، لكن هناك من ارادوا بنا ان نذهب في نطاق مظلم، الان نبني كل نتائج ما اصر عليه البعض باتفاقات لا اعلم يعني كيف دار ذلك مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه ان تتم هذه الامور بهذه الصوره التي يوما بعد يوم تجعلنا في غموض وتجعلنا في نفق مظلم يعني مسدود لا نعلم الى اين نحن ذاهبون، مخالفات قانونيه واحكام يطعن عليها كل يوم، اصبح لدينا الان كل يوم احكام قضائيه ودعاوى قضائيه ترفع امام قضاء الاداري بمجلس الدوله او المحكمه الدستوريه العليا للطعن على قراراتنا او على قوانين صدرت، او يعني هناك مشكلات قانونيه متعدده كان الحل الوحيد لها هو اتباع الطريق القانوني الدستوري السليم لبناء مؤسسات الدوله بان يكون هناك شكل للعقد الذي يحكم العلاقه ما بين الدوله والافراد وما بين مؤسسات الدوله وبعضها البعض حتى يعرف كل منا اختصاصاته وحقوقه وواجباته حتى لا ندخل في ذلك. يعني شكرا. نتمنى ان تسير الامور على خير، لكن لابد ان يعني يكون المجلس الاعلى المسلحه لديه بعد نظر وان يلجا الى تنهيد المتخصصين لاداره هذه المساله بشكل قانوني سليم حتى لا ندخل في مثل هذه المشكلات. نعم شكرا جزيلا لك، كان معي الدكتور احمد مهران مدير مركز القاهره للابحاث والتنميه وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثوره. مشاهدينا الكرام أيضا أشكر لكم حسن المتابعة، كنا في تغطية حية ومباشرة حول قرار استبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق الانتخابات الرئاسية. مشاهدينا الكرام فاصل قصير وألقاكم عند رأس الساعة في موجز لأبرز وآخر الأخبار، فابقوا معنا.